دخلتك ليه؟ كنت في شغل. ده انا محضره لك العشاء من بدري ومنيمه العيال. صحيهم. لا دي مش عوايدك يا اسطى، كنت فين الساعات؟ قلت لك كنت في شغل. اسكتي بقى، عاوز انام. شغل مع مين؟ انت مالك انت؟ لا ده مالي ومالي، ولازم ابكي على حالي. اطلعي من نافوق السعاده، انا واش انا مش هقلك. طبعا ما هو البركه في اللي بيفرفشوك بره البيت يا اسطى. اسكتي يا بنت وطي صوتك. لا ده انا عالي وعالي وعالي لحد المنصور ما يدلي. منصور ايه اللي يدلي؟ منصور ايه اللي يدلي يا معقل؟ هبول لي يا هبله. بس يا مصنفاتي يا ابو عين زيغه. يا بنت اسكتي وطي صوتك، بلاش فضايح. طب قولي بقى كنت مع مين؟ عقلي بقى عقلي بقى، وبطلي جنانك وغيرتك العاميه دي، انا مش هيقلك. طيب قولي كنت فين مين؟ وبعدين معاكي بقى، انت هتخلصي ولا لهفك على مين؟ لهفني على مين علشان بحبك يا عبدو؟ لازم بحاجة على وشي، ده انا بغير عليك من هدومك. وانا حلت هدومي يا حسرة؟ بخاف عليك يا عبدو. خاف عليا من ايه بس؟ انا واشي. اخاف عليك من النوم من غير عشاق كده. طب سخان انت، سخان انت على مغار هدومك. أنا في مشكلة، في أزمة، في كارثة. كارثة إيه؟ العملية لازم تتعمل بأسرع ما يمكن، لازم ألاقي واحد من هنا بأي شكل. ليه؟ أنت ما لقيتش حد يقبل في أوروبا وأمريكا؟ لقيت كتير، بس أقل واحد طالب مليون دولار. مليون دولار؟ الأوروبيين والأمريكان مصابين بجشع سرطاني، بيزيد كل يوم. بس ده كتير قوي يا نبيه. شور ده احسن عين ما بيزيدش سعرها عن 30,000 دولار، وانضف كليه ما بيزيدش عن 20,000 دولار. واشمعنى الانتريال لوب ده غالي كده؟ لانه عضو جديد في سوق الاعضاء ولسه ما اتسعرش. بكره بعد نجاح العمليه هيرخص ويرطرط. يرطرط؟ ما تتصرف يا عبد الحكيم. اتصرف ازاي؟ شوف لي واحد بسعر معقول. اشوف لك واحد تفتح له مخه وتاخد منه حته برشين؟ ايوه. امال المحامي ازاي؟ دي شغل الجزار مش محامي. انا بتكلم جد، موقفي اصبح حرج وخطير، لاني قابلت جراح سويدي بيعمل ابحاث على نفس اكتشافي. لو وصل اللي انا وصلت له وفاجئ العالم بيه قبليه، هبقى خسرت كتير. عاونوني يا ناس. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. عدوان؟ وهو في عدوان اكتر من كده؟ سيبك منه يا نبيه، ده واخدك جلاله وداخل في دور درويشه.